انضم إلينا مباشرة عبر الهاتف مدير الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية محمد طرابلسي. سيد طرابلسي، مرحبا بك. إذا ما هي أسباب عدم توفق تونس في احتضان مقر هذه الوكالة، وهي التي اشتغلت لأكثر من سنتين على المستوى الأممي للفوز بهذه الاستضافة؟ تحية طيبة لكل المشاهدين والحضور، وشكرا للاستضافة وتمكيني من تقديم التوضيحات حول موضوع ترشح تونس لاحتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية. نعم. أولا نحب نعطيك يعني المجهودات الكبيرة اللي قامتها تونس واللي تفضلت انت باش قدمتها، وهذايا ضمان اللي عمل تونس أنه عملت على مستوى عالي وعلى مستوى الدبلوماسية لتمكين تونس من احتضان هذه الوكالة. ولكن نحب نذكر المشاهدين أن تونس تعد من بين الدول المنشئة لهذه الوكالة مع 18 دولة أخرى، وقد ترشحت مع 7 دول أخرى أعضاء في الاتحاد الإفريقي لاحتضان هذا المقر. ثانيا، قدمت تونس عرضا متكاملا للجنة الفنية المحدثة من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي، التي ضبطت مسبقا شروطا يجب أن تتوفر في العرض دون علم الدول المترشحة بها. ثالثا، ولتوفير أوفر الحضور للملف التونسي، استقبلت بلادنا من 9 إلى 14 أبريل وفدا على اللجنة الفنية المذكورة للتعريف بالامتيازات والتسهيلات المتوفرة في بلادنا. رابعا، حظي ملف الترشح التونسي بأولوية التحرك على أعلى مستوى وعلى صعيد الدبلوماسية التونسية مع مختلف الدول الشقيقة الإفريقية، وكان هذا الملف بندا قارا في كل الاجتماعات ولقاءات سيد وزير الشؤون الخارجية. ولكن أشير أنه بعد زيارة كافة البلدان المترشحة أسندت اللجنة الفنية أعداد لمختلف ملفات الدول، حيث تم الإعلان على نتائج التقييم خلال اجتماع الدول الأطراف الاتفاقية المنشئة للوكالة الإفريقية للأدوية المنعقد بأديس أبابا بحضور السيد وزير الصحة. تحصلت تونس على المرتبة الثالثة بعد رواندا والجزائر، وهذا يعكس الملف القوي بتونس. في المقابل، بعد أن رشحت تونس من قبل منظمة الصحة العالمية للحصول على تكنولوجيا ARN ميتاجي لتصنيع اللقاحات والأدوية وتطوير الصناعات الصيدلانية، تمكنت بلادنا من نيل ثقة الدول الإفريقية لاحتضان مقر مركز التمييز الإفريقي للأسواق الشاملة أيماك، الذي لا يقل أهمية عن الوكالة الإفريقية، خلال مشاركة السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتوزيع بالخارج بمناسبة انعقاد الدورة 41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. وسيمثل هذا المركز منصة إفريقية للقطاعين العام والخاص في مجال الأعمال التجارية وسياسة السوق المندمجة وتسهيل أفضل الممارسات على مستوى القارة الإفريقية. نعم. نعتبر أن مشاركة تونس كانت مشاركة ناجحة، وحاولت بلاد قوي أن تحتضن هذه الوكالة، ولكن مازال ما نصوروش أنه عدد كبير من الدول كذلك شاركت من الدول الإفريقية، هي 7 دول. نعم سيد محمد. واضحة يعني شروط اللجنة، خيرت رواندا ثم الجزائر ثم تونس. نعم، واضح. مدير الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية محمد طرابلسي، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح.